ممكن تحكي لي عن سبب اختيارك لمشروع كلينك اكسبرت لزراعة الشعر؟ والله السمعة، أنا صراحة تعرفت على المركز للعيادة عن طريق واحد من الزملاء، فأنا شفت صراحة كانت زراعة مميزة، والسبب هذا هو صراحة اللي خلاني أنا يعني أجي لنفس العيادة كلينك اكسبرت. شو تقييمك لمشروع كلينك اكسبرت؟ ممتازة صراحة، يعني تجربة كويسة، والتعامل صراحة من الموظفين والطاقم كامل صراحة كان جيد، فممتاز صراحة. تنصح أصدقائك يجي يعملوا عنا عملية زراعة شعر؟ والله أنا صراحة أنا أنصح في المركز، لسبب أني أنا أصلا من قبل لا أجي أنا هنا لإسطنبول يعني بحثت في الانترنت وسألت أكثر من شخص، فأنا عندي فكرة عن المراكز اللي موجودة يعني تقريبا، وأنا أشوف أنها من أفضل المراكز صراحة. شكرا لك. الله يعطيك العافية. شكرا.